الكثبان الرملية في السعودية مكانا للمغامرة بقيادة سيارات الدفع الرباعي أو التزلج، ولكن إبراهيم مهدي آل حمود من شباب محافظة الدرب حول الكثبان الرملية إلى منتجع بري فريد للنزهة، مستغلا دفء أجواء محافظته وإقبال الناس عليها هروبا من برد الشتاء في المرتفعات. كما تفضلت، أنا طالب جامعي قسم تسويق، تخرجت من الجامعة وكان فترة كذا فراغي، أجي هنا أنا ومجموعة من الشباب ومع أجواء الشتاء وطبيعة الرمل جتني الفكرة من هالمنطلق، وقلنا ليش ما نسوي مشروع يقدر يستقبل الناس، موفر فيه الخدمات إضافة لي ولمنطقتي وللدرب بشكل عام. صنع إبراهيم من الرمال نقطة جذب للزوار في ليالي الشتاء، مترجما ما تعلمه في فنون التسويق من خلال دراسته على أرض الواقع بمنتجع على الكثبان الرملية، فريد في الفكرة ومبهر في التنفيذ والتصميم. طبعا احنا كطبيعتنا في السعودية جمال الرمل عندنا شيء ثاني، وبالذات في الشتاء، فقلنا قد ما نقدر نحافظ على الرمل نضيف عليه الخشب يظهر المكان بشكل جميل، فهذا هو كان السبب في المحافظة انه يعطي جمال اكثر للجلسة. جعل ابراهيم ليالي الشتاء الدافئة على رمال محافظة الدرب لوحة فنية بديعة رسمها بمساعدة ابناء عمه وعائلته الكريمة، توج هذه الجهود الإقبال والإعجاب من قبل الزوار بالمكان. وسط الرمال يكتب كثيرا من العربي أشعاره في الشتاء، وهنا في محافظة الدرب حول إبراهيم هذا المكان وسط الرمال إلى منتجع سياحي يستقطب كثيرا من الزوار لمحافظة الدرب التي تعد وجهة شتوية مميزة وملاذة للباحثين عن الدفء من برد الشتاء. للإخبارية زاهر المالكي.